اليوم هو اليوم السابع لي هنا في دبي. اليوم قررت اني اعمل مغامرة كتير كبيرة في حياتي. يمكن راح تعرفوا من المكان اللي انا فيه هلا، بس يا اليوم ان شاء الله راح اعمل سكاي دايفين. واو، بس تخيلوا يعني توتري هلا. او ماي جاد، والله هي خايفة ومتوترة في نفس الوقت، بس انا بحب المغامرات وبحب الاشياء اللي بتكون هيك بتحمس وخطيرة. انا بحب الاشياء الخطيرة، فيب اذا جيتوا لدبي لازم الاشياء اللي تجربوها هي سكاي دايفين. فراح اجربها اليوم ان شاء الله. يا رب تكون تجربة كثير حلوة. وكمان انا كثير زعلانة لانه اليوم الجو مش حلو نهائيا، في الغبار، يعني الرؤية راح تكون مش واضحة. بس يعني انه ما فيني اغير يعني التاريخ بما انكم بتحجزوا من قبل، فما فيني اغيره للاسف. فان شاء الله راح رغم هيك راح اعملها اليوم. ويا بسبب انه اليوم الجو مش حلو، فقررت اني راح اغير اليوم ليوم ثاني، لانه صراحه حابه اوريكم منظر يكون حلو مش هاي المنظر نهائيا. لانه انا كمان يعني هنا ما بقدر اشوف امامي بسبب انه الغبار يا وكمان الرياح كثير. فان شاء الله قررت اني اغير ليوم الاثنين الصبح بكير. اتمنى يكون هذاك اليوم الجو حلو. بتشوفوا الجو مش حلو نهائيا، كمان في رياح. واخ اتس اوكي، فيها خير. راح استنى اليوم الاثنين ان شاء الله. حان الموعد تبع سكاي دايفين اليوم يوم الاثنين. فيب كما خبرتكم انا غيرت اليوم حتى يكون الجو حلو، فاليوم الجو حلو الحمد لله. سو يلا ندخل. فلما تدخلوا للمكان بيطلب منكم انكم تملأوا وثيقتين، واحدة تبع الاسرانس واحدة فيها معلومات تبعكم. في هنا لابتوب امامي وبتدخلوا هناك معلومات تبعكم، وبعدين بتروحوا عندها وصويا ويكون كل شيء خلص. كان بتشوفوا هالوثيقتين اللي بيطلبوا منكم انكم تملأوهم، هاي وهي تبع الاسرانس. اما هلا لما نادوا على اسمي ادخلونا لهذيك الغرفة مثل هاي الناس هلا، وورجونا فيديو يعني تبع السلامة، فيديو تعليمات السلامة. اوكي، فهذا كان كل شيء. وبعدين خبرنا انه اخرج لهون وراح ينادوا على اسمي مرة ثانية. Look at me, okay? Very good. Nice. Today zero wind. Mashallah, mashallah. You're doing today only game. Thanks, man. I'm trying to. نطيت وزايد. شوفوا شعري، او ماي جاد.
واو واو واو. انا جلست هلا 10 دقائق فقط يعني ريلاكسين، بفكر انه انا فعلا نطيت من هذيك الطياره. صحيح اكيد راح تقولوا شفتوا الفيديو اخر حكي واش راضي يخرج. واو كان شعور رائع رائع بمعنى الكلمه. انا ما بخاف من مثل هاي الاشياء يعني، ولا لو كانت عندي فرصه مره ثانيه راح اجربها اكيد، بس هي كثير غاليه. ف اذا كانت عندي فرصه مره اخرى ان شاء الله في المستقبل جيت لدبي، فراح اكيد راح اجرب سكاي دايفين مره ثانيه او في بلد ثاني. واو كان حلو كثير. رغم انه في الاخير لما كنا يعني بننزل كان شوي مؤلم بالنسبه لي لاني يمكن ضعيفه، فهم لبسوني شفت الملابس اللي لبسها، ففي جهه السفليه تبع جسمي كانت بتألمني شوي ما بعرف ليش. بس رغم هيك الاحساس ما ينوصف الاحساس حلو، سو هذا مش مهم. هلا انا بنتظر الفيديو لحتى يحضروه، بما انه عملت ست يعني مع الحش انهم يصوروني الفيديو كمان يعملوا له هم مونتاج، ف انا هلا بنتظرهم حتى ينتهوا المونتاج. خبروني نصف ساعه حتى 40 دقيقه وراح يكون جاهز ان شاء الله. Hajar, welcome to Skydive Dubai. How are you? Oh, good, thank you. Very good. What are we doing today? I'm doing skydiving. Skydiving, yes. And you said it's your first time? Yes, my first time. How are you feeling? I'm so nervous. Nervous but excited, yeah? Yeah, right. I'm so excited and nervous at the same time. Awesome. Did you watch the instructional video? Yes, I did. Yep. And you understand everything from Pablo? Yes, everything. Any questions? Everything was good. All just, good? Yeah. Any message for your friends and family before we go jump? I love you. Nice. Cool, you ready to skydive? Yes, I'm ready. We'll see you in the sky. Yeah. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kick out, kick the drum, running on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. So you think you'll try it again? Yeah, of course! Awesome! Well, thank you so much for jumping and skydiving. Bye!